أنا مهندس عمر مرسي، باحث بمركز إلكترونيات وأجهزة النانو بالجامعة الأمريكية تحت إشراف الدكتور يحيى إسماعيل. هكلمكم عن مشروع الطاقة الشمسية. الموضوع باختصار إنه بيبقى في مواقع الطاقة الشمسية، في محطات الطاقة الشمسية الضخمة اللي بأحجام تفوق مساحة الجامعة الأمريكية ككل، بيبقى فيه عدد كبير جدا من الألواح الشمسية. المشكلة بتحصل إنه بيبقى فيه أعطال، في أنواع كتيرة من الأعطال. ساعات بيحصل عطل فيه لوح من الألواح الشمسية، الأعطال دي ممكن تسبب انخفاض كبير جداً في إنتاجية المحطة. تحديد موقع اللوح اللي فيه مشكلة الموضوع معقد جداً، لأن مفيش أي أسلوب بيحدد لنا الموقع. اللي بيتم في الوقت الحالي إنه بيبقى في جهاز اسمه إنفرتر، الجهاز ده هو اللي بيحول الطاقة الشمسية من كهرباء دي سي او تيار مستمر لتيار متغير اللي بنغذي بيه البيوت. فبنضطر ان احنا نقفل جزء من المجاميع الالواح الشمسيه اللي متركبه على الانفرتر، وبنبدا ان احنا نمشي بجهاز ونبدا ان احنا نفك الالواح الشمسيه دي من المحطه ونبدا نقيسها، نوصلها في الجهاز ده ونقيسها. الحل ببساطه هو عباره عن جهاز او مستشعر بيتم توصيله ورا كل لوح، وثمنه رخيص جدا، يكاد يصل أقل من 10% من ثمن اللوح الشمسي الواحد. اتصال إن احنا محتاجين ناخد منه نلم منه بيانات. البيانات دي بنستخدم فيها أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي اللي هي اسمها IoT أو Internet of Things، اللي هو إنترنت الأشياء. أنا المهندس عمار طوسون، باحث في مركز الإلكترونيات وأجهزة النانو في الجامعة الأمريكية في القاهرة، نعمل تحت إشراف الدكتور يحيى إسماعيل. زي ما اتكلمنا، احنا البيانات أو المعلومات اللي بنلمها من الألواح الشمسية دي بتتخزن في قاعدة بيانات، نعرف نتواصل معها من أي حتة. في زي سوفت وير أو برنامج ما يبقى موجود على الموبايل، البرنامج ده بيخلي المهندس المسؤول عن المحطة يقدر يشوف يفيجواليز أو يبقى المحطة دي بياناتها مرئية قدامه لكل لوح من الألواح الشمسية. البيانات دي مفيدة من إيه اللي احنا بنلمها؟ دي البيانات دي تبقى جاية من حاجة اسمها توصيف للوح الشمسي عن طريق التيار أو الفولت بتاع اللوح الشمسي. ده احنا بنستفيد منه إن من خلال تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نعرف إذا كان اللوح الشمسي ده شغال بالطريقة المظبوطة اللي المفروض يشتغل بيها ولا لأ، مطلع كفاءة عالية زي ما هو المفروض يطلع ولا لأ. ده هيفيدنا بعد كده إن احنا لو في لوح شمسي مش مطلع بيانات مظبوطة أو متوقعة زي ما المفروض يكون شغال بيها، يبقى هنا نقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي نعرف إذا كان اللوح الشمسي ده فيه أعطال. طبعا الأعطال دي كتيرة، والتطبيق بتاع الذكاء الاصطناعي اللي احنا عاملينه بيساعدنا إن احنا نعرف نحدد مختلف الأعطال.